مدى 19 من إنتاج المسرح الوطني والمقتبسة من رواية ليليات رمادة للمؤلف وسيني الأعرج. وفي اتصال هاتفي مع قناة النهار كشف المخرج شوقي بوزيد عن تفاصيل العمل مع فري الحبيب. نحن على مشروع روائي نحوله إلى عمل تياترالي مأساوي مأخوذ من ليليات رمادة للكبير وسيني الأعرج. العمل الروائي كان يعني مبني على حاضر المجتمع الآن، وهذا ما دفعني لأن أشتغل على هذا العمل. القصة هي معاناة المرأة، يعني معاناة هذا الكائن الذي بقي الصراع عليه من كائن ملائكي إلى كائن شيطاني. هذا الكائن الذي تحرر في مجتمعات وفي مجتمعات أخرى بقي خاضعا. رمادة امرأة تاجر بها والوالد، فباعها إلى شخص يعني في عملية تبادل، ولأنه كان يريد أن يتزوج مرة أخرى. كان قد طلب يد أخت هذا الشخص ثم زوجه ابنته، كأنها عملية مقايضة حقيرة جدا. وعن أدوار المسرحية قال بوزيد أنه تم انتقاء الشخصيات الأساسية للعمل للروائي، بالإضافة إلى شخصية خارج النص وهي شخصية الروائية التي تخدم العمل المسرحي حسبه. أخذنا ما نراه شخوص فعالة، ومن بين هذه الشخوص كانت رمادة بطبيعة الحال، الوالد والد رمادة، زوج رمادة، وشاد فنان العاشق، وميشا شخصية كانت مرافقة لشادي، إضافة إلى خلق شخصية جديدة وهي شخصية الكاتب يعني الروائي. نحاول أن نبعث السؤال والتساؤل لتكون الأغلبية لأصحاب العقل.